لين نحكيو على نادي رياضيات فريق سي وين وصلت التطورات حول الموضوع المدرب الجديد اللي سي اس اس كالعاده. التفاصيل كل في الموضوع هذا باش ناخذوها من عند زميلنا مراسلنا في صفاقس فاضل ابو جناح موجود معنا بالتليفون. فاضل اهلا بك. مرحبا بك اسلام. مرحبا بالساده المستمعين. اكيد فاضل تطورات تقريبا يوميا في الموضوع المدرب الجديد في السي اس اس مسلسل ولا كل يوم نسمع اسامي جديده في الموضوع هذا؟ يبدو انه تقريبا حسمت الامور بنسبه كبيره في السي اس اس. بالفعل كما قلت اسلام انا تقريبا نشهد النهايه الاخيره نتاع مسلسل المدرب الجديد نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. كانت برشا اسماء مرشحه معناها للخطه هذه، معناها الشيء هذا يبدا خاصه مع مدرب السابق نتاع البنغازي الليبي معناها صربي ارفوف، بعد تالي معناها دارت المحادثات مع مدرب شباب القبائل الفرنسي لافاني، لكن يبدو أن السفينة باش ترسو على المدرسة الإيطالية. المدرب جيوفاني ساليناس هو اللي باش يكون المرشح الأقرب، معناها تقريبا نسبة 99% باش يكون هو المدرب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، خاصة أنه الاتصالات معاه معناها ما انقطعتش المدرب هذا منذ تقريبا أسبوع أو أكثر. المدرب هذا من المنتظر إسلام أنه يجي لتونس نهار الأربعاء ولا نهار الخميس على أقصى تقدير، معناها باش يكملوا تقريبا لي ديتاي اللي مازالوا في العقد، وبعد تالي ديريكت مو يتعدى عملية إمضاء العقد نتاعو المدرب هذا باش يكون مصحوب معناها بمدرب مساعد زاد إيطالي معاه باش يكون معاه. المدرب ساليناس هذا يعرف القارة الأفريقية، سبق خدم في الجزائر مع عديد الأندية الجزائرية، كيف خدم في جنوب أفريقيا خاصة مع فريق كايزر شيف اللي لعب نهائي رابطة الأبطال الأفريقية ضد الأهلي المصري أو لامس، رانا كذلك إسلام في السعودية. دونك المدرب هذا يعرف أجواء معناها الكرة قدم في القارة الأفريقية، وكما قلت لك تقريبا معناها الاتفاق مع المبدأ يحافظ في انتظار إنهاء العقد وقت اللي يجي لتونس في وسط الجمعة هذه يا إسلام. شكون اختاره فاضل المدرب، بالمنصف خماخم او غازي الغلال؟ بون اللي نعرفوه انه اللي قاعد يقوم بالمحادثات مع المدرب هذا سيد منصف خماخم، الناس كل تعرف انه موجود في فرنسا قاعد يتلقى في العلاج نتاعو. اللي قاعد يقود في المحادثات هذه هو المدير الرياضي غازي الغرايري، هو اللي قاعد معناه ينسق، معناه ديما ينسق مع رئيس الفريق، لكن هو اللي قاعد معناه يشرف على المحادثات مع الاطار الفني الجديد اسلام. باهي دونك تقريبا بنسبة قداش إذا كان نحكي نسبة مئوية باش يكون هو مدرب جديد؟ أنا تقريبا ماني قلت لك، أنا تقريبا الموضوع منتهي إسلام في انتظار إمضاء العقد وكهو وقت الجمعة وقت اللي يجي. اتفقوا على الاتفاق موجود، الاتفاق تقريبا على أغلب الجزئيات موجود، معناها نجم نقول لك اللي هو باش يكون المدرب الجديد نتاع النادي الصفاقسي، ودو بلاش يجي إسلام معناها تقريبا باش ينطلق في العمل نتاعو مع الفريق. تقريبا معناها في الاسبوع اللي بعد العيد الفريق باش ينطلق في التحضيرات نتاعو، نعرفوا الناس كل انه الرابطه المحترفه الاولى كيما حكينا المره الفايته اسلام معناها باش ترجع يا اواخر شهر سبتمبر يا بدايه شهر اكتوبر، وبالفعل معناها وقت حكينا ورسميا كما قلنا وقت تحدثنا المره الفايته الجامعه التونسيه كره قدم معناها حدد موعد نهار 25 سبتمبر باش يرجع النشاط الكروي، لكن قبل العوده نتاع الرابطه المحترفه الاولى اسلام زاد المسابقات الافريقيه باش تبدا تقريبا اسبوعين قبل معناها نشاط البطوله في تونس يوم 10 سبتمبر بالتحديد، باش تبدا معناها منافسات كاس الادوار التمهيديه في كاس الكاف وكاس رابطة الابطال. دونك كما قلت المنافسات هذه باش تكون في شهر سبتمبر، دونك الى لو تون لونترونور الاسبوع اللي بعد العيد تقريبا معناها باش يبدا في العمل نتاعو. سمعنا انه الفريق زاد مبرمج تربص تحضيري باش يقوم به في تبرقه، خلال التربص هذا المدرب معناها باش يشوف شنو هي الحاجيات نتاعو باش يتعرف على الرصيد البشري نتاع المبيع نتاع ليكيب ا وليكيب بي زاد الموجوده، خاصه الفريق معناها الفريق بي اللي اغرب اللاعبين نتاعو موجودين معناها في فريق النخبه وفريق الامال، دونك باش يختار الحاجيات نتاعو منهم المدرب هذايا، وبعد تالي معناها يقوم معناها بالتنسيق مع الاداره الفنيه باش يوريوه فيديوهات نتاع الملاعبيه اللي تابعوهم، وهو يختار شنو الملاعبي معناها اللي باش بعد تالي الهيئه المديره تبدا تتصل به وتقوم بعمليه الانتداب. دونك كما قلت لك انا المره فاتت اسلام الانتدابات الكل باش تكون على عاتق المدرب هذايا، هو يعرف الحاجيات نتاعو، هو المؤهل الاول اللي معناها باش يحكم على معناها اللاعبين اللي حاجته بهم، دونك باش يوريه كيما قلت لك معناها اللاعبين اللي اتصلوا بهم، وهو يعطي بعد تالي الضوء الاخضر ولا معناها يقول لهم بدلوا معناها يفرض الحاجيات نتاعو، سواء يعطيهم اسماء اخرى يتفاوضوا معاها ولا يقول لهم معناها اللاعبين هذوما ما يلزمونيش. دونك كيما قلت لك معناها الهيئه المديره باش تخلي كل شيء في يد المدرب، وهو بعد تالي يتحمل المسؤوليات نتاعو المدرب كيما قلت لك اسلام. تجديد العقود كيف في يده هو زاد؟
بون تجديد عقود كما قلت لك انا المره فاتت معناها تقريبا الشارع الرياضي في فاق في النص، كل تعرف انه يمكن ثم زوز لاعبين تقريبا من اللي غادروا الفريق باش يقع تجديد العقود نتاعهم. معناها نتحدثوا لهنا على اللاعب الشاب علاء الدين غرام، ونتحدثوا على حارس المرمى محمد الهادي قالون، ابار فال لاعبين الاخرين تقريبا ماهمش باش يجددوا لهم العقود نتاعهم كيما محمد علي جويني، كيما كينغسلي فوكاري، كيما كينغسلي دو، كيما مع محمد علي منصر. معناها اغلب اللاعبين علاش ما علاش ما يخليوش المدرب الجديد هو اللي يكون معناتها يكون اللي هو الاختيار معناه اسكو حاجته هذا ولا شوف اسلام معناها لهنا الناس كل اجمعوا على انه مثلا سكري ما عادش عنده ما يضيف للفريق، كسوا معناها احبة كسوا حتى لاعبين قدامى، معناها تقريبا كان نقطة ضعف في وسط الفريق واخذ معناها بلاصة نتاع اجنبي بوريان فير، معناها كانت الاضافة نتاعو تقريبا صفر في الموسم الفار او حتى المواسم السابقة. دونك نعرفوا انه ثم ارتباط معنوي بين الزوز سكري وكينغسلي دو ديما ماذا بهم يكونوا مع بعضهم، هذا من شيرة من شيرة اخرى. مثلا اعطيتك مثال الزوز ملاعبية هذوما الاجرة نتاعهم السنوية تتكلف تقريبا في حدود المليار و200 مليون اسلام، اللي هو مبلغ مستاهل خاصة في الظروف الحالية. معناها ناس شخصي ما نجمش يخلص ملاعبية معناها بالمونطون هذايا. دونك هيك علاش قلت لك معناها هذه من الظروف اللي معناها خلات الهيئة المديرة تصرف النظر كومبليتمون على اللاعبين هذوما، خاصة وانه مثلا عندك اللاعبين الأجانب الآخرين للشبان أظهروا مؤشرات واعدة واعدة جدا، كما نشوفوا عثمان كامارا، كما نشوفوا نبي كامارا، ليدو كامارا هذوما معناها وين معول عليهم الفريق كانوا قدموا مردود ممتاز ممتاز جدا، خاصة كامارا في أول ظهور مع الفريق في مباراة رسمية ضد النجم الساحلي، كان سجل هدف وكان جاب معناها بون مش جاب هو لكن كانت عنده ثم ضربة جزاء واضحة ما صفرهاش الحكم، زاد عاود لعب ضد شبيبة القروان وكان في المباراة الختامية أو قبل الختامية وكان سجل هدف. دونك كما قلت لك أنا المعبية ذوما واعدين خاصة المهاجم عثمان كامارا فالور فير. دونك هيك علاش معناها تقريبا أغلب اللاعبين ما مش باش يجددوا لهم إسلام. بالنسبه للمدرب فاضل حاسس ما تابعت شويه في مواقع التواصل الاجتماعي فماش رضا كبير من الحبايه عليه، ما جامش يبدل شويه هذا موقف الهيئه بالفعل. معناها تابعت كيف كان زاد ردود افعال احباء نادي الساخفي على معناها التعاقد مع جوفاني سالينات. الحاجه الوحيده اللي يمكن تخوف الجمهور نتاع نادي الساخفي انه كيما نقولوا احنا باللغه الدارجه ما يسخنش البلاصه نتاعه، ما يقعدش برشا ما يقعدش برشا في الجمعيات. دونك هذه الحاجة الوحيدة اللي معناها متقلق منها الجمهور نتاع النادي الصافي، والأمور هذه معناها نجم نقولوا أنه الواقع هو اللي باش يفرض الشيء هذا، اللي باش معناها الأجواء اللي باش يلقاها المدرب والملاعبية اللي باش يلقاهم المدرب هما اللي يا إما يغيروا الفرضية هذه ولا هما باش يخليوا الفرضية هذه. إيش معناها إسلام؟ معناها الكاليتي نتاع الملاعبية اسكو تنجم بعد تالي تكمل بيهم وتعمل بيهم جو باهي باش تلقى معناها ظروف ملائمة خاصة المستحقات المتخلدة بالذمة عند نتاع الملاعبية، فهمتني؟ الأجواء هذه هي اللي تحكم على الجروب وهي اللي تعطي بعد تالي انعكاسات على المباريات اللي يخوضها النادي الساخفي. إسلام نتذكروا قبل زاد وقت رود كرول كان التحق بالنادي الساخفي ما عندوش ألقاب، أول لقب ليه كمدرب أول كان حصل مع النادي الساخفي وقت اللي هز البطولة عام 2013، وبعد تالي كاس كونفدرالية أفريقية تقريبا في نفس السنة آخر السنة في شهر نوفمبر 2013 كيف كيف إسلام كانوا أول الألقاب نتاعو كمدرب أول على الفريق، معناها هزوا تقريبا في أجاكس كمساعد ولا حتى في الزمالك المصري. دونك كما قلت لك الفرضيات هذه نتاع أنه ما يطولش ولا يطول تنجم تتغير حسب الأجواء، حسب المعطيات، حسب اللاعبين الموجودين، حسب معناها الأموال المرصودة للفريق، ديما ثم برشا عوامل يحكموا في الزيجة إسلام. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك فاضل على كل هذه التفاصيل. دونك كان هذا فاضل بوجناح مراسلنا في صفاقس، كنا تحدثنا معه على جديد في السي اس اس، وكما اكد اكيد وصول مدرب جديد للفريق في ثاني ايام العيد تقريبا الاربعاء والا ماكسيموم ان شاء الله نهار الخميس يوصل لتونس. تم الاتفاق معه جيفاني سيليناس الايطالي على كل التفاصيل الماليه، كذلك الستاف اللي باش يخدم معاه باش يجيب معاه مدرب مساعد، كل شيء تقريبا تم الاتفاق عليه، فقط باش يكون الامضاء الرسمي للعقود حين وصوله لتونس. موسيقى الاخبار وبعد مكملين في البلاي.